نشرة ظهيرة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا شروق. أهلا بك حساني، وأهلا بحضراتكم. وإلى تفاصيل النشرة. إلى التفاصيل في الملف اللبناني، حيث شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، داعيا إلى مساعدة لبنان في تحمل أزمة اللاجئين، مؤكدا أن بلاده لم يعد بوسعها تحمل هذا العبء وحدها. جاءت تصريحات عون عقب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي انطلقت أعماله في بيروت. إن التعاون والتضامن بين الدول العربية الشقيقة أمر مهم في ظل ما تشهد دولتنا من أزمات وضغوط وتحولات. القضية الفلسطينية هي طبعا في مقدمة الاهتمامات، وأيضا معاناة بعض الدول العربية وشعوبها من الحروب بأوجه مختلفة. لبنان الذي يعاني من سلسلة أزمات متراكمة، وتعلمون الأعباء التي يتحملها من جراء الإعداد الكبرى للاجئين والنازحين على أرضه. لبنان لم يعد قادرا على تحمل هذا الواقع، وموقف المجتمع الدول لا يشجع على إيجاد حلول سريعة. نأمل منكم المساعدة لمواجهة هذه التحديات. من جانبه، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية دعم الدول العربية للبنان ومساندته له حتى يتجاوز الأزمات التي يواجهها حاليا. هذا الاجتماع التشاوري هو الاجتماع الثالث، ولكي يعقد هو يعقد بالتراضي والتوافق بين كافة الدول العربية. حقيقة أنه الدور كان على لبنان في استضافة هذا الاجتماع، والوزراء أيدوا فكرة الحضور والتعبير عن تأييدهم للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية. وهكذا استمعنا لكلمة رقيقة شرح فيها السيد الرئيس عون الموقف والوضع اللبناني والظروف اللبنانية والحاجة إلى الدعم الدولي والدعم العربي له. ومن جانبنا نحن في الجامعة العربية نقف وراء الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، الشعب اللبناني، ونتمنى له كل الخير والتوفيق. وقد كانت أعمال اجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قد انطلقت برئاسة وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب الذي تترأس بلاده مجلس وزراء الخارجية العرب. قبيل الاجتماع استقبل الرئيس اللبناني رؤساء الوفود المشاركة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. خلال اللقاء رحب عون بأبو الغيط ووزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماعات، مؤكدا أهمية انعقاد هذا الحدث العربي على أرض لبنان. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات على الساحة العربية. أفادت وزارة الدفاع السورية بإصابة مدنيين اثنين ووقوع بعض الأضرار المادية جراء غارة جوية إسرائيلية على الساحل الغربي للبلاد. وأضافت وزارة الدفاع السورية بأن العدوان الجوي الإسرائيلي استهدف مناطق في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس. ومن جهته قال المرصد الروسي إن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في المنطقة. في ملف العراق، حيث قتل جنديين وأصيب آخران جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة نينوى بشمال البلاد. وأفاد مصدر أمني أن العبوة الناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وانفجرت في قرية الصالحية بقضاء تل عفار في محافظة نينوى. وفي إيران، لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 49 آخرون بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة غرب محافظة هومزغان. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن أكثر من 20 زلزالا بقوة مختلفة ضربت أجزاء مختلفة من محافظة هومزغان جنوب البلاد، 3 منها كانت أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، والباقي ما بين 3 و4 درجات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 5 مواقع عسكرية للجيش الأوكراني في دوناباس وميكولايف. يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه القوات الروسية قصف المناطق الأوكرانية المحيطة بمدينة ليستشانسك الاستراتيجية بشرق البلاد. وقد أعلن مساعد وزير الداخلية في لوجانسك الشعبية أن أكثر من 2000 مقاتل من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب محاصرون في ليستشانسك. في غضون هذا اتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية بإطلاق قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود بعد وقت قصير من إعلانه الانسحاب من الجزيرة. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 35,870 جنديا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وأفاد بيان للجيش الأوكراني أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا نحو 5,000 دبابة ومركبة أفراد مدرعة و1,000 من نظم المدفعية، فضلا عن 400 طائرة ومروحية و650 طائرة مسيرة. لكن البيان الأوكراني لم يشر إلى حجم الخسائر في صفوفه. بالتزامن أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 984 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية. في الأثناء أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف ستعزز من قدرات الدفاع الجوي للجيش الأوكراني بشكل كبير. أضاف زيلينسكي أن قيمة هذه المساعدات تبلغ 820 مليون دولار، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس الوزراء النرويجي خلال زيارته كييف المزيد من الدعم الدفاعي لأوكرانيا وتجديد العقوبات ضد روسيا. هذا وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ثبات موقف واشنطن تجاه أوكرانيا ووحدة أراضيها. وقال بلينكين إن الشعب الأوكراني يواصل القتال من أجل بلده، وأن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانبه وإلى جانب قضيته العادلة على حد وصفه. ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا منذ فبراير الماضي وصلت إلى أكثر من 6 مليارات و920 مليون دولار. ارتفع عدد المضارين من انهيار الأرضين في بيرو إلى أكثر من 200 شخص. وقد أفادت وسائل إعلام رسمية أن الانهيار الأرضي طمر العديد من المنازل، ما جعل العديد من الأسر تقضي ليلتها في العراء وفي معسكرات مؤقتة أقامتها السلطات. رافقت فرق الإنقاذ بعض السكان إلى عدد من المنازل التي سمح لهم بالدخول إليها لجمع أغراضهم قبل إخلاء المنطقة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم. تنظم الشركة الوطنية للطيران 7 رحلات جوية اليوم لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 4 رحلات جوية إلى جدة و3 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 690 حاجا من حجاج تضامن القاهرة وبني سويف والمنيا وأسوان وجنوب سيناء وحج أفراد والعمل. ومن جانبها أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وصول 358,645 حاجا إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام. وأكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين تسخير جهودها لتمكين ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام من أداء فريض الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
قامت القوات المسلحة بتجهيز أكثر من 1,000,000 حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على محافظات الجمهورية كافة التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. جاء هذا في إطار توجيهات رئاسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من 1,000,000 حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وحرصت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية. حيث تم تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد لكافة المحافظات. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة ومشاركة منها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. انتهت نشرة 12 وفي تمام 2 بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إغبية جديدة من التلفزيون المصري. أشكركم، شكرا لك شروق، إلى ملتقى.